الخير. علشان نور تسمع التليفون. اتفضل. ايوه يا هند، انا الشندويلي، انا جاي في السكه. لا ما استلمتش الوظيفه، البركه فيك انت بقى تصرفي على البيت. لا بلاش جهاز الطاوله، مش هلاعبك، انت بتقرصي في الظهر. طيب باي باي يا هند. ممكن حضرتك لو كربت تليفون؟ اتفضل بيه. الو يا هند، انا الشندويلي، انا جاي في السكه. لا ما استلمتش الوظيفه، قالوا لي انت ما تنفعش، البركه فيك انت بقى تصرفي على البيت. لا بلاش تجهزي الطاوله، مش هلاعبك، انت بتقرصي في الظهر. طيب باي باي. باي باي يا هند. حق المكالمه. نعم حق المكالمه. مكالمة ايه؟ مكالمة التليفون. تليفون؟ اه. طب وانا حضرتك قلت حاجة جديدة؟ مش في واحد قبلي قال نفس الكلام؟ حاجة جديدة ازاي يعني؟ يعني مش واحد قبلي قال نفس الكلام؟ اه. دلوقتي حضرتك كلت أكلة ودفعت عليها، اديك هدفع؟ اه طيب. اتنين ده الأكل، سيبك من الأكل لا يعني يعني دلوقتي في أكلة اتحطت قدامك. لو سمحت. ودفعت فلوس. لو سمحت، أنت مش استعملت. هدفع تاني بعد. استعملت التليفون، دي مش حرارة؟ نعم. مش دي حرارة التليفون؟ ايوه. انت اديت اتصلت وقلت الو يا هند، انت بتقرصي في الظهر، انا حضرتك انا مش هاجي. انت هو الكلام اللي اتقال. هو نفس الكلام. خلاص ادفع على حاجه مرتين ازاي؟ ده تليفون يا بيه لو سمحت. طب اهدى واحكي لي بس عشان افهم ايه اللي بيحصل. في ايه؟ جال بيه واحد قبل البيه اتصل قال أيوة. الو يا هند، رفع سماعه التليفون، قال انت بتقرصي في الظهر. ده مين بقى اللي بيقرص في الظهر؟ الاولاني. اه. قال الو انت بتقرصي في الظهر؟ طب انا حضرت الطاوله، انا جاي. قال لي مين انا جاي؟ قال الهند. البي جا وراه اتصل، لو سمحت تليفون، رفع سماعه التليفون، اتصل الو يا هند. طب لا انا ده هم عملوني في الشغل، فصعدوني في الشغل، البركه فيك انت. طب انا هصرف عليه ولا على ليه؟ بس خليك معايا. مين اللي قال هند؟ مين اللي قال هند؟ هم الاثنين. نفس الكلام الدفع عليه. ايوه نفس الكلام. يعني اكوي بنطلون ادفع عليه مرتين فلوس؟ ما اعرفش بنطلون ولا غير بنطلون، ده تليفون. يا عمي ما انا معاك اهو. طب ما هو نفس الكلام. لو سمحت يعني سمحت. لو سمحت في عسليه؟ خلينا نشوف حقك. ناقشنا قلتلنا في عسليه؟ قلتلنا في عسليه؟ قلت الكلام. اقطع العسليه واشيل العسليه. يعني ما عندناش عسليه. اديني حقك. اتفضل حضرتك، حق المكالمه عندنا. اديني حقك المكالمه يا استاذ، محدش يصرف عليا انا. معلش اتفضل حضرتك. هتدفع المكالمه انت؟ هتدفع حقك المكالمه انت؟ بس اعمل تليفون الاول. اتفضل. ايوه هند، انا الشندويلي. هند تاني يا عم. انت خلص اديني. يلا يا عم اديني حقن كلتين. يلا يا عم في ايه؟ اديني حقن كلتين. يلا اديني كلتين بالذوب العافيه. هتدفع 2 جنيه. عين كلتين لو سمحت يا ريس. اديني احسن، هتدفعهم بس الجود هتدفعهم يا ريس. لو سمحت يا ريس. اديني حقن كلتين لو سمحت يا ريس. خلص بس يا ريس. كلتين في ايه؟ حد سال عليا؟ انت مين؟ انا هند.